من هي جنان موسى؟ أنا جنان موسى، صحفية متجولة أو مراسلة متجولة بقناة الآن. متجولة يعني بروح من بلد لبلد، بلحق القصص، بشوف وين في، فتش على ناس، بحكي قصصهم، بخبر العالم شو عم بيمرقوا فيه، إن كانت قصص حلوة أو قصص مش حلوة. صرت مسافرة تقريباً على 1 2 3 4 10، أوكي عم عد البلدان اللي صرت مسافرة عليها. صار لي عم بشتغل مراسلة متجولة 5 سنين، بس بهالفترة بتخيل صرت مسافرة على 30-35 بلد. هاي السفرات معظمها كانت لإعداد تقارير، طبعا في منها سياحة بس الأكثرية لإعداد تقارير. متى قررت جنان موسى الخوض في العمل الإعلامي؟ هو أنا بطلع قدام الكاميرا من 5 سنين تقريبا، وقتها جيت على قناة الآن. قبل كنت موجودة بلبنان، كنت أشتغل بروديوسر أو فيكسر، يعني كانوا يجوا صحفيين على البلد بدهم يعملوا قصص، إذا كان عن مخيمات الفلسطينية، عن حرب تموز، عن كذا، فكنت أنا أكون موجودة. وقتها جيت على دبي بلشت أشتغل قدام الكاميرا، يعني قناة الآن عطيتني هاي الفرصة، وبالتالي استلمت هيدا المنصب بال 2011. هل تعتبرين نفسك مراسلة حرب أم صحفية تبحث عن الحدث؟ أنا ما بحب لقب مراسلة حرب، لأنه ما اخترت كون مراسلة حرب، اخترت أنه كون صحفية، ولكن موجودة بمنطقة كل الأحداث المهمة اللي عم تصير علي حوالي، للأسف هي أحداث دموية، فوضى، حرب، نزاعات، فبالتالي أي صحفي موجود حالياً بهذه المنطقة أكيد تلقائياً هو مراسل حرب، عم ينزل على الميدان أكيد حيكون مراسل حرب، لأن القصص اللي هي طاغية على شاشاتنا واللي طاغية على حياتنا اليومية هي قصص للأسف حربية. ولكن بحب أحياناً، يعني لو ما كان في حروب أكيد كنت حفتش على قصص تانية. لمن تقولين آسف؟ بتأسف أوقات وقتها بعمل قصص بتكون بتأثر فيه كتير، وما بقدر ساعد أو ما بقدر يعني أوفيهم حقهم للناس اللي عم بحكي معهم. كتير 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 أشياء، كتير مناظر، كتير كتير قصص حزينة. كتير بتعرف أنا كصحفية ما فيني أعمل حملات لحتى تنقول أطلب مصاري أو جمع مصاري كرمال ساعد عائلة معينة، أو كرمال مثلا حدا مجروح، حدا بده طبابة، بده كذا. فهيدا أشياء كتير دايما بتصارع بنفسي، لأن بحاول أفصل كتير بين الصحافة وبين الجنان الإنساني، فبالتالي كتير بزعل أنه ما فيني أقدم لهدول الأشخاص إلا هالتقرير، أو أنه أنقل صوتهم للعالم بأمل حدا يشوف هذا التقرير ويقدر يساعدهم. في كلمات، ماذا يعني بالنسبة لك الميدان؟ الميدان هو يعني شغف، ما بتخيل يعني شي نهار إذا صار عندي أولاد بجوز يعني أحمل أولادي وراي وأخذهم معي على الميدان أو حطهم بشي شنطة. الرشاقة والجمال. عندي مشكل بالتركيز على الشكل الخارجي، مع انه يعني ما بنكر انا ست بالنهايه، واكيد بهتم بحالي وبحب انه اذا طلعت على الكاميرا اكون مهتمه بحالي، ولكن كل شيء له حدود، وكل مناسبه بتفرض عليك كيف يعني اقدم نفسي. فما عندي مشكل ابدا اذا كنت بالميدان، كثير اوقات بطلع بدون اي ميك اب على الكاميرا، وإذا كنت هون بالاستوديو ممكن أطلع بميك أب أكيد. ماذا تقولين لمتابعيك؟ لمتابعيني بتمنى يعني كل الناس اللي بتتابعني وبتحب شغلي دايما بيسألوني إذا عم بنقل قصة معينة، أنت مع مين؟ أنت مع ولا ضد؟ أنت هيك أو هيك؟ بتمنى أنه يعرفوا ويفهموا علي أنه أنا كصحفية يعني حتى لو أنا شي نهار غلطت وكنت بمحل معين، مفروض هن ما يقبلوا هيدا الشي مني. أنا بعتبر حالي صحفية بسعى أنه أنقل كل الأصوات، دايماً بكون موجودة بالحدث، بنقل زاوية واحدة من حدث، ولكن الحدث فيه له مليون ألف زاوية. أنا بكون موجودة بشقفة معينة، فأنا تقرير أو الشيء اللي عم بنقله بس مرتبط بهيد الشيء اللي أنا عم شوفه. حتى أنتوا تعرفوا القصة الكاملة مفروض تقروا كل الزوايا تتقدروا تكونوا
تقدروا تكونوا الرأي المضبوط، ونبعد بقى عن الإشاعات ونظريات المؤامرة والآراء اللي هي كثير طاغية بالصحف العربية، ونركز أكثر على الحقائق وعلى الأشياء اللي عن جد موجودة على الأرض. شكراً.